أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وبث مباشر جديد من محافظة الوادي الجديد. النهاردة احنا جبنا لكم موسوعة جينرز كلها هنا في الوادي الجديد. عندنا أكبر عدد من الأرقام القياسية اللي تم كسرها على مستوى الشرق الأوسط وفقا لتصنيف الموسوعة، كان كاسم أو كشخص كانت واحدة من الإمارات أو تحمل الجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت 14 رقم. معانا النهاردة الكابتن محمود محمد أيوب ابن الوادي الجديد، دي مش أول مرة نلتقي بيه، احنا بس هنوريكم طبعا دي الشهادات اللي استلمها من الموسوعة. احنا دلوقتي في المكان اللي هو مخصصه بيتمرن فيه، ده فوق السطح بتاع البيت اللي ساكن فيه. معنا الكابتن محمود، ألف مبروك يا كابتن. ألف مبروك. احكي لنا قصة موسوعة جينيس، احنا النهاردة جايين نشوف الإنجاز اللي أنت عملته، 18 رقم قياسي في الألعاب أو في التمرينات الرياضية الصعبة. احكي لنا القصة إيه؟ قصة جينيس ولا قصة احنا وصلنا لل 18 رقم؟ كلمنا قول لنا بداية، وصلت ازاي لل 18 رقم وايه الجديد عندك؟ احنا الاول بدايتنا في موسوعة جينيس كانت في 2018، كان ده اول رقم قياسي كسرناه، كان اسمه موست كونسكتيف سبليت جامب. طبعا كان بالنسبة لنا حلم كبير جدا ان انا اوصل لموسوعة جينيس، والحمد لله بعد ما وصلت لاول رقم ليا كانت 2018 اللي هو القفز مع الانقسام على التوالي، كان رقم صعب جدا لواحد استرالي اسمه باتريك. طبعا شغف كبير جدا ان تكسر رقم في موسوعة جينيس، وحاجه طبعا بالنسبه لنا صعبه قوي، فلما نيجي نعملها فحسيت فعلا ان انا عملت حاجه انجاز شخصي افتخر بيه انا وتفتخر بيه دولتي كلها. فدي يعتبر كانت الفيرست ستيب بتاعتي لكسر الارقام القياسيه، وبعد كده بدا التسلسل الارقام القياسيه ان انا ابدا اكسر. حبيت ان انا يعني الحمد لله كسرنا رقم وبقينا كده الاوائل على العالم من ناحيه الرقم ده، طبعا حابب ان انا ابقى الاول على مثلا الشرق الاوسط، مش هنقول العالم، الشرق الاوسط في عدد الارقام القياسيه. سرشت كتير قوي كده على جينيس على مين اكتر حد في موسوعه جينيس في الشرق الاوسط يحمل اكبر عدد من الارقام القياسيه، كانت الواحده الاستراليه بتحطم ارقام باسمها بالضبط. تعالى كده يا استاذ محمود نقرب شويه من نقعد كده عشان نبين كانت بتكسر الارقام باسم ابو ظبي، ف كسرت 16 رقم وده كان اكبر عدد من الارقام القياسيه في الشرق الاوسط. فاحنا الحمد لله كسرنا الرقم بتاعها اللي هو ال 16، والحمد لله حققنا 18 رقم قياسي في موسوعه جينيس، وكان الرد على رقم 18 كان امبارح. الف الف مبروك. انا معانا زميلك كابتن محمد، اتفضل معانا كابتن محمد، انت كنت محكم معاه في التعرف بحضرتك. اكيد انا في البدايه محمود هو كان بدايته كان الاول محمد ابراهيم، محمد احمد ابراهيم. انت كسرت 7 ارقام تقريبا؟ 6 ارقام. 6 ارقام برضه كان اخر رقم السادس كان امبارح، انا محمد ايوب امبارح هو كان. احنا كنا بنشوفكم مع بعض، انت بتحكم لي وبتحكموا لبعض. احنا الاثنين هو احنا الاثنين مع بعض في الارقام، محمود هو بيكون الشاهد المتخصص بتاعي في ارقامي وانا بكون الشاهد المتخصص بتاعه. احنا الاثنين مع بعض، هو بيكون المراقب في ارقامي وانا بكون المراقب. عشان اوضح يعني ايه شاهد متخصص في موسوعة جينيس، لازم في ورقيات لازم بننهيها، حاجة اسمها الويتنس ستيتمنت، حاجة اسمها السبيشاليست ويتنس ستيتمنت، وحاجة اسمها الكفر ليتر والتايم كيبر، دول كلهم ورق بنملاهم. الكفر ليتر اللي هو بتاع الرسالة، دي إجراءات التوثيق. دول لازم بنملاهم علشان خاطر يعني احنا خلاص صورنا رقم قياسي كويس بصورة كويسة تمام، ورفعنا كل الأدلة المرئية، الأدلة الورقية دي لازم احنا نملاها، يعني محمد بيرسونال ترينر معتمد، فبنرفع دايما التقييم بتاعه والشهادات بتاعه. طب احنا عايزين دلوقتي نوري الساده مشاهدي التلفزيون اليوم السابع، ورونا الحركات دي انتوا كنتوا بتكسروها ازاي، قصه يعني اختاروا كده عشوائيا او زي ما بتحبوا اي شهاده من دول. يعني هو في رقم زي ده، رقم مشترك بيني انا ومحمود، ده الرقم الثالث اسمه موست كونستركتيف تاندوم بوش اب ان 1 مينيت. كونستركتيف يعني من غير تايم، لازم يكون التمرين مستمر من غير ما تعمل فيه اي ريست. كان الرقم بتاعنا الرقم العالمي 31
احنا جبنا 33 عدة. تمام. طيب ممكن نشوف ال يا ريت لو نشوف كده. تمام اتفضلوا. هنتابع معاكم اعزائي المشاهدين احد التمارين اللي تم فيها كسر رقم قياسي عالمي. ننزل 10 عدات. اوكي 3 2 1 جو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لاست. طيب احنا ممكن نعمل برضو حاجه، ورينا حاجات اللي هي التمرينات الصعبه اللي انت كنت بتعملها يا كوتش. احنا ممكن نضرب مثلا شهاده من ضمن الشهايد اللي بدات تكسرها. تمام. نختار الرقم ده. الرقم ده اسمه most finger types push up in 1 minute is 72. الرقم ده هو كان هو ضغط على طيب يعني خلينا كده نوقف، نحط كده في المايند عندك مجموعه المشاهدين معانا بيطلبوا ان انت تنفذ مجموعه ارقام. خلينا ننفذ وقول لنا الرقم ده ايه يعني بعد ما تنفذه. يعني بعد ما تنفذه من غير شهاده، قول كده التمارين والشهاده احنا ايه هنتناها بالانجليزي بقى. تمام. ده ممكن نعمل 10 عدات من الرقم اللي لسه انت بتجيبه من شويه. تمام. هو رقم بتاع واحد على 5 صوابع بس بنفس الشكل ده. اهم حاجه صوابعي اللي هي العقلات اللي بتلمس الارض تبقى نفس الشكل ده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة كي 10. تمام. ده كان رقم من الارقام، الرقم ده هتحط فيه قبل كده مرتين. يعني تخيل سبب الرفع، يعني قد ايه يوصل لك ان جنس مش بتهتم بس ان انت عرفت ضغط وخلاص، لا جنس دقيقه جدا. فتخيل ان انا اترفضت علشان خاطر بس عقله صباعي الثانيه دي لمست الضغط. اترفضت في الرقم ده. تمام. ايه الثاني بعد كده؟ الرقم الثاني وان ار بوش اب وذ لابس وذ لابس. ده ضغط على ذراع واحد مع سقف. طيب هحكم لك كابتن محمد. تعال اوكي يلا. سبع عدات يلا بينا. اوكي ده في شروط مهمه جدا ان انا رجلي اللي ورا دي ما تبقاش في حتكون انا رجلي طلعت مفقوده الصف اللي ورا ودي لازم اعمل سقف عالي. اوكي صعب جدا جدا. ده الرقم العالمي كان ليه 25 عده بس في دينا. احنا كسرناه كام؟ 37. طب كابتن محمد برضه حضرتك لو عندك حاجه من الارقام اللي كسرتها تنفذها لنا. نجيب رقم في 20 نقط. كسرت رقم الون ليج ريست. وان ليج ريست تمام. دي شنطه، دي شنطه فيها 10 كيلو. ده رقم من ضمن الارقام اللي كسرت في محمد. انزل وضع الاسلوب بتاعك عادي. تكسر؟ لازم من ضمن شروط موسوعة الجينيس لما نيجي نصور اي رقم في وزن من الاوزان الحره دي لازم بنجيب ميزان، وميزان طبعا موثق ومدرهم من توثيق دوري. الميزان ده لازم بنصور. هو ايه اللي موجود في الشنطه بعد اذنك نشوفه كده؟ لا موجود رمل. ده وزن موجود؟ وزن انت وزنه كويس؟ رمله متوزعه. ممكن عادي تبقى ويت ثانيه، ممكن تبقى طنابل، ممكن تبقى طارات. تمام. مش هتفرق. تمام. وكمان برضو يكون بيتصور، يعني هو مش حاجه عشوائيه. لا هو لازم يتوثق في الفيديو ما بيفرقش. تمام. الكاميرا بتبقى شغاله على الوزن. اتفضل. الرقم كان موست بوش اب 1 ليج. اوكي. ده بقى رقم ضغط 30 ثانية. لازم على شرط انت في رجل بتبقى مرفوعة في الهواء بالشكل ده. اوكي. من ضمن الأرقام. اوكي. وبينزل لحد المستوى. طب حكم عشان هو كده في وضع الاستعداد حكم. بالظبط كده. يلا بينزل لحد 90، انزل 10 عدات. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 على شرط ان الرجل دي لو كانت بطني اترفضت تمام على طول وممكن يفضل تعبان ممكن 6 شهور بيتدرب على الرقم ده واترفض بسبب حاجه زي كده. طب التمارين اي حد ممكن يعملها؟ اي حد ممكن يعملها يقدر ينفذها ولازم يتاهل؟ بس بالتدريب. ما ينفعش يعني انا مثلا كان في رقم من ضمن الارقام كان اسمه رقم هو ضغط على الصباعين مش فاكر هو كام بالظبط، كان هو ضغط على الابهامين فقط. ده ما ينفعش ان انا يعني اذا بلعب ضغط على الصباعين بس الاثنين ممكن نجربه دلوقتي. ما ينفعش ان انا اول لما ابدا احط صباعين الاثنين على الارض وببالغ. طيب هيجي لي على طول كسر، هيجي لي تمزق في صباعي ايا كان. لازم نبدا مثلا ممكن بال 10 صوابع كلهم، بعد كده نجرب نشيل صوابع اثنين ثلاثه حتى ان انا نوصل للرقم ده. طب انت تقدر تعمل لنا على السعرات كده اربع ارقام حتى من غير ما انا عايز اشوف مجموعه الارقام، يعني حتى لو تعمل اربع حركات او خمس حركات بحيث انك تعمل تشكيله كده من الست سبع ارقام كسرتهم؟ لا مش شرط، يعني انا عايز بس اشوف عرض مستمر كده ايه يشوفه الساده المشاهدين علشان نختم بيه بس. احنا ممكن نعمل ضغط اللي هو 1 بار يوزنج ذا باك هاند. تمام. دي لازم تبقى في الاول فاشل كده، يعني تمام يبقى كده تمام بنزل نفس المستوى ده تحت. الرقم ده ما اتكسرش لمده 14 سنه. كان واحد كندي اسمه دون بريدن كسر الرقم ده في 2007، كسرناه احنا في 2020 كان جاب 59، احنا جبنا 63 عام. وكسرت الرقم ده تاني وجبنا 73 دلوقتي. طب اللي بعده؟ اللي بعده ضغط على الابهامين بس بالشكل ده. وبيبقى في حاجه اسمها الريليس، الريليس يعني التحرير. بوصل لحد ما تحط التحرير يعني بنزل لحد الارض. صدري بلاد بنزل الارض وبرضه بنزل على الارض. بنزل على الارض وده بمسافه بين الدقيقتين والارض. بالظبط، يعني اشوف شعاع الشمس واخد صباعي على الارض واطلع عدة جديدة. على صوابعي الاثنين بس. بالظبط كده. تمام. انا لما لقيت ان انا كان ده تحدي كبير جدا ليا ان انا العب على صوابعي، ناس بتلعب دايما على ايديها، تلعب على ايد واحده لو انت بقيت كبار تلعب على صوابعك. فقلت لا انا عايز اعمل تحدي اكبر من كده واخليها دراع واحد بصباع واحد. والحمد لله كسرت الرقم ده، الرقم ده كان 14 عده وجبنا 22. طيب نعمل منه اتفضل دلوقتي. ده نفس اللي فات دراعه على صباع واحد، صباع واحد فقط. بس كده انت حامل ايدك جسمك كله على صباعك دلوقتي. بس محدش ما اعتقدش ان حد يعرف يعمل التمرين ده حتى لو كان متمرن. لا هي بس الفكره في فكره التمرين. مش انا ما نزلتش من دوك مامتي وانا بعمل التمارين دي كلها. الفكره فكره استمراريه وتمرين لفترات وعدد ساعات كبير جدا من التدريب. وبرضه في نفس الوقت الحمد لله دي كانت في مصلحتنا. انا ومحمد خريجين تربيه رياضيه، فكليتنا كانت مساعدانا جدا في حته ان احنا بنعرف نضرب نفسنا بنفسنا، نعرف نقلل التمرين بشكل كويس، نعرف ندرج التمرين، نعرف ان العضله دي محتاجه تمرين بشكل ايه علشان خاطر نوصلها للرقم ده. يعني الرقم العالمي لما يبقى مثلا 70 عده كنت اول لما جربته جبت مثلا 60، هتعرف ازاي تعمل الفرق ده. فالحمد لله كليتنا فرقت معانا جدا في النقطه دي. يعني طبعا ده كخريج كليه التربيه الرياضيه حضراتكم انتوا الاثنين كانت دي البدايه مع بعد ما اتخرجت على طول حضرتك بتحضر ماجستير وبتشتغل برده شغل خاص بره وبرده حضرتك تمام. انا هاي هو يعني القصه يعني الموضوع مش صعب، هو بس المفروض ان الواحد يحاول. هو كل واحد وليه شغفه الموضوع، بس احنا الاثنين لينا شغفنا. طب كابتن محمد ابراهيم انت عندك طموح برضه انك انت تحقق برضه ارقام اكبر من كده؟ اكيد ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هتكون في ارقام اكتر من كده باذن الله. يعني توفيق ان شاء الله. ممكن نقول ان دي الفيرست ستيب بس. احنا بدانا يعني كان اول رقم ليا هو 22/6 وكان حلمي ان انا اكون السنه دي بس يكون معايا اربع ارقام.
كان عندي 21، انا النهارده معايا 6 ارقام، وان شاء الله قبل ما اخلص 21 اكون اكتر باذن الله. طيب في ختام بس يا كباتن، انتم ما شاء الله نموذج مشرف للوادي الجديد وللمصر كلها. كابتن محمود، نختم بحضرتك، ايه الرساله اللي توجهها لمين؟ الرساله اللي اوجهها للشباب، ما تحاولش دايما، ودي اتكلمت قبل كده فيها في لقاء، قلت يا جماعه لازم علشان تقدر تحقق حاجه، ما ينفعش ان انت تفضل قاعد مكانك وتقول انا عايز اعمل وتفضل قاعد. لا، انت دايما حط في دماغك الهدف بتاعك واكتبه على ورقك. احنا فعلا بنعمل يعني انزل اعمل اي حاجه بس ابدا، ولما تبدا بقى هتلاقي نفسك لوحدك بتحط خطواتك اللي هي بيسموها كده في التدريب عندنا التخطيط. التخطيط مهم 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 جدا، ولازم لما تيجي تخطط تحط الخطه بتاعتك على حسب قدراتك، حسب امكانياتك، ما تحطش حاجات تخوف امكانياتك. ما اقولش ان انا مثلا عايز اكسر رقم مثلا في ساعه وانا ما بعرفش العب مثلا ضغط فيها، ده مثال احنا كتدريب او احنا كرياضه، وانا بتكلم برضه على المثال كعامه، ما ينفعش تحط ده قدامك، الهدف قدامك وانت الهدف ده يفوق قدراتك. تمام. اتمنى للشباب كل التوفيق، كل واحد لو شافنا واحنا شجعناه احنا بنشكرك. كابتن محمد، تختم معانا تقول ايه؟ انا بتمنى والله من كل الناس ان الناس تحاول، يعني احنا الموضوع ده مش صعب، احنا كان نزلنا واحنا ما كناش عارفين ان احنا ممكن نوصل للي في يوم من الايام للرقم ده، بس انا يعني انا هو واحد والناس، انا في بدايه 21 انا كنت مقرر ان انا هبدا ان انا اعمل كده، وفعلا 4 ارقام علقتهم على ورقه، وفضلت ان انا مستمر ان انا اتمرن عليهم، وفعلا في ناس كسرت الارقام دي وانا برضو مستمر عليهم لحد امبارح. كان فعلا رقم من الارقام دي كان اعظم انتصار بالنسبه لي، ان انا رقم من 4 ارقام دول فعلا انا كسرته، وكان انتصار بعد ما اترفض مني مرتين، وكان يعني حاجه فعلا عظيمه، فعلا ان الواحد يحس بالنجاح. النجاح حاجه عظيمه والله. الف مبروك يا كباتن. اعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، بنوضح لحضراتكم تاني موسوعه جينيس الارقام القياسيه، بتسجل وبتقبل كل ما هو مختلف وما يقدرش ينفذه او يعمله غير شخص واحد في العالم برقم محدد هو الاعلى. النهارده كنا مع الكابتن محمد ايوب والكابتن محمد ابراهيم، دول خريجين كليه التربيه ولكن ليهم رؤيه مختلفه، هم ابطال رياضيين وحققوا انجازات شخصيه عندهم في الاول، وفي نفس الوقت شرفونا كمحافظه الوادي الجديد وعلى مستوى الجمهوريه ومستوى الشرق الاوسط. كنت معكم من مدينه الخارجه محافظه الوادي الجديد ماهر البهنساوي، تقبلوا تحياتي.